Salut mes élèves de la première secondaire. On va commencer l'introduction de l'unité 1 Le club de ma classe. De de le club de ma classe. Les retrouvailles. Yani ايه les retrouvailles? لريتروفاي يعني جمع الشمل يعني المتلاقين عارفين كده صحابنا لما بنقعد فتره الاجازه كلها ما بنشوفهمش وبعدين بنبدا اول يوم في المدرسه بنشوفهم هم هي دي لريتروفاي هو ده المتلاقين اللي من بعد فتره كبيره ما شافوش بعض بيقابلوا بعض تاني. اون va savoir d'abord les objectifs de هنعرف الاول مع بعض اهداف الاونيتي ايه اللي هنتعلمه من الاونيتي دي؟ أولاً، saluer يعني ايه سالوي يعني نحيي هنتعلم ازاي نحيي ازاي نسلم على بعض بالفرنسي دو بروندر كونجي يعني بروندر كونجي كمان هنتعلم ازاي نستاذن للانصراف لما اكون واقف مع صحابي او واقف مع البروفيسور المدرس بتاعي وعايز استاذن عشان امشي هقول له ايه سو بريزونتي اون فا سافوار كومون سو هنتعلم كمان ازاي نقدم نفسنا، أعرف نفسي، ازاي أقدم نفسي؟ ازاي أعرف نفسي لحد يكون لسه مش عارفني؟ أو أعرف نفسي للبروفيسور بتاعي، للمدرس بتاعي. نميرو 4: بريزونتي les copains. كمان هنتعلم ازاي نقدم ونعرف أصحابنا، يعني مثلا هكون مع صحابي وجاي عليا صاحب جديد، هعرفه ليهم وهقدمه ليهم ازاي؟ هقول لهم اسمه ايه؟ هقول لهم عنده كام سنة؟ صاحبي منين؟ عرفته منين؟ جاري ولا صاحبي؟ بريزونتي ايدينتيفي ليكوبان، كلمة ليكوبان يعني ال الأصدقاء أو الصحاب. نيميرو 5 أون va parler du caractère d'une personne، كمان هنتعلم إزاي نتكلم عن صفات أو شخصية الأشخاص، يعني أوصف حد أقول ده شخصيته اجتماعي، ده شخصيته خجول، الصفة بتاعته إيه هي، هنتعلم إزاي نقولها. Maintenant, on va faire l'application Une petite application sur l'unité. هنعمل كده اكزرسيس صغير نبدا بيه الunité. اوبسرف ليماج بوي شوزي لا بون ريبونس. يعني ايه اوبسرف ليماج؟ يعني في صورة هتظهر لنا، هنقراها وبعدين نختار الإجابة الصح. فوالا أون في دي صورة بنت. البنت هنا ال سو هي بتعرف نفسها بتقدم لنا نفسها بتقول لنا اسمها سنها هي في سنه كام فهنقرا مع بعض الايماج وبعدين نحل الاكزرسيس الصغير اللي علي. اول حاجه هي بتقول جو مابيل ماتيلد يعني ايه جو مابيل ماتيلد يعني انا اسمي ماتيلد جي 15 سنة. عندي 15 سنه جو suis en première secondaire يعني ايه بريمير يعني انا في اولى ثانوي جيم لو روج اي مات جيم يعني بحب بتحب ايه لو اللي هو اللون الاحمر اي لي مات يعني الرياضه بتحب ماده الرياضيات جو نيم با لا ميوزيك جو با دي عكس كلمه جيم دي العكس بتاعها جيم يعني بحب لكن جو نيم با يعني ما بحبش جو نيم يعني با اي لا ميوزيك إيه لو هي ما بتحبش الموسيقى الموسيقى وكمان ما بتحبش لو يعني اللون الاخضر نكمل نشوف الاكزرسيس الاسئله اللي على الايماج شوازي لا بون ريبونس يعني شوازي لا بون ريبونس يعني نختار الاجابه الصحيحه نيميرو 1 ماتيلد ام ماتيلد كانت بتحب ايه ام يعني بحب بتحب ايه لا موزيك الموسيقى لو بلو اللون الازرق لو اللون الاخضر لي يعني مادة الرياضيات ماتيلد ام لي ماتيلد مت. كانت بتحب الرياضيات لي مات دو ماتيلد ا آه. اون آه. يعني ماتيلد عندها كم سنة؟ تريز اللي هي تلاتاشر ولا كانز خمستاشر ولا سيز ستاشر ولا كاتورز اللي هي اربعتاشر ماتيلد كان عندها كم سنة؟ ماتيلد أ آه. كينزون نميرو 3. ماتيلد لا ميزيك أم بريفير نيم با أدور ماتيلد كانت بتحب المزيك ولا ما بتحبهاش اللي هي الموسيقى أم يعني بتحب بريفير يعني بتفضل نيم با يعني ما بتحبش أدور يعني بتحب قوي ماتيلد كانت إيه؟ N'aime pas la musique, mais la musique. Numéro 4. Mathilde est en secondaire. Qu'est-ce que c'est Mathilde? Première secondaire, Yani Oula, a, oui? Deuxième secondaire, troisième secondaire, deuxième Yani Tanya, troisième Yani Telta, quatrième Yani Raba. Mathilde est en première secondaire. Très bien. طيب الانترودكسيون بتاعتنا بتاعت الانيتي فيها ديالوج صغير كده قصة بسيطة خالص بتعرفنا الانيتي بتاعتنا الوحدة بتاعتنا ماشية ازاي ايه الجرامير اللي فيها ايه اللي فيها القصة كده صغيرة فيها حاجات بس بسيطة هنقراها مع بعض ونحل عليها اكزرسيس اول حاجه معانا اوبسرفي لي زيماج يعني اوبسرفي لي زيماج لي زيماج يعني الصور اوبسرفي يعني هنشوف الصور وبعدين هنقرا الديالوج القصه او الديالوج الحوار اللي على اليونيتي لي بيرسوناج يعني الاشخاص الشخصيات بتاعه القصه بتاعه الديالوج ماتيلد عندنا ماتيلد دي اول شخصيه كاميا نيكولا اي تيو اي اوسي اني دول لبيرسوناج اللي هيكونوا معانا في الديالوج او في القصه الصغيره اللي هنبدا بيها يونيتي 1 اوبسيرف ليماج بوي لي لو ديالوج هنشوف بس الايماج وبعدين هنقرا الديالوج يعني الحوار هنقرا الحوار الموجود في اليونيتي عندنا هنا بريميرمون ال دي سالو هي بتسلم على حد سالو دي زي هالو كده هي شافت واحد جاي من بعيد فبتقول له سالو رد عليها هنا قال لها ايه بونجور بونجور يعني صباح الخير فجت هنا كامي بتقول لها كي سي مين ده كي سي يعني مين ده هترد عليها تقول لها سي يو ان فوازان فاكرين لما قلنا في الأوبجكتيف إن إحنا هنتعلم إزاي نقدم صديق إزاي أعرف صديقي على على حد يعني أعرف صديقي لحد تاني أقدمه لحد هي هنا كده بتقدمه هي كده بريزونت إن كوبان هي بتعمل إيه أو إن voisin بتقدم إن voisin يعني جار gar. بتقدم جارها بتقول لها إيه سي يو إن فوازان ده تيو جاري فوازان يعني جار هي كده بتقدمه فرد نيكولا إل سالو تيو سالو يعني هالو سلم علي سالو تيو موا جو m'appelle نيكولا موا يعني أنا مي أنا اسمي نيكولا أنا اسمي نيكولا فبيعرفوا على نفسه وهنا بيعمل إيه إل سو بريزونت هنا هو بيعرف نفسه ده كده دي الحاجات اللي احنا هنتعلمها في الانيتي احنا قلنا أول حاجة بريزونتي دي copains أو بريزونتي des voisins. بقدم أصدقائي أو بقدم جيراني بعرفهم بقدمهم بقول اسمهم هقول سنهم هقول هم مين أعرفهم منين هو جاري ولا صديقي في التمرين كمان هنا قلنا هنتعلم ايه؟ كومون سو بريزونتي هو هنا بيعمل ايه؟ إل سو présente يعني il se présente يعني بيقدم نفسه لما يقول moi je m'appelle Nicolas انا اسمي نيكولا يبقى هو هنا بيقدم نفسه إيل سو بريزونت لكن هنا هي بتقول ايه سيتيو ان فوازان هنا هي بتقدم جارها طب قلنا كمان في الاوبجكتيف في الاهداف بتاعت اليونيتي احنا هنتعلم كومون سالوي ازاي هسلم على حد هو لما قال له سالو كده هو بيسلم عليه سالو يبقى هو كده بيسلم عليه بس دي دايما ناخد بالنا انها بتتقال ما بين الأصدقاء لما يكون حد من سني ما ينفعش أقول لحد كبير سالو لو حد كبير هقوله بونجور صباح الخير أو أقوله بونسوار مساء الخير ما ينفعش أقول لحد كبير سالو دي بس بتكون أنتر لزمي ما بين الأصدقاء طب هنكمل نشوف تيو هيرد عليه يقوله إيه؟ سالو رد عليه قاله سالو هنا فوق بقى شايفين أني بتقول ايه تيو تيو هي بتنده على تيو اللي هو تيو ده تيو تيو بتنده عليه فهم مش عارفين مين دي هو هيعرفهم عليها هيقول ايه سي ما مير ألي تشاو يعني سي ما مير بيقولهم دي مامتي يبقى هو كده بيعرف مين او بريزونتي كي ال سا سامير هو بيقدم مامته بيعرف اصحابه على مامته بيقولهم دي مامتي ألي تشاو هو كده البروندر كونجي احنا قلنا في الاوبجكتيف كمان هناخد ايه بروندر كونجي يعني بروندر كونجي نستاذن للانصراف يبقى كده دي كده بروندر كونجي هو كده بيعمل ايه لما قال تشاو بيستاذن عشان يمشي خلاص مامته ندهت له فهو استاذن وهيطلع لها هما كمان هيردوا عليه هيقولوا له ا بلس اوروفوار الثلاث كلمات دول تشاو اوروفوار أ plus التلاتة بنفس المعنى زي باي باي عندنا في العربي نفس المعنى بس دي بنستخدمها إمتى لما أكون هستأذن عشان أمشي هو قال لهم تشاو هم قالوا له خلاص أورفوار أ بلس أون فا كومونسي لو ديالوج هنبتدي دلوقتي الديالوج اللي هو الحوار اللي موجود في يونيتي 1 الديالوج ده بيكون في كل الفوكابولير كل الجرامير السيتياسيون اللي موجوده في الانيتي كلها في التوا لوسون اللي عندنا احنا الانيتي بتاعتنا توا لوسون بتتكون من ثلاث دروس ال الديالوج ده بيكون مجمع كل الافكار اللي موجوده في الثلاث دروس هنقراه مع بعض عشان ناخد نظره كده على الانيتي بتاعتنا تيو اريف يعني تيو وصل زي ما شفنا في في القصه اللي كان فيها الصوره من شويه تيو اول ما وصل قال ايه بونجور ماتيلد ردت عليه قالت له سالو كامي راحت تسألها كي سي طب نشوف هنا بونجور وسالو هو ده اللي كان موجود في الاوبجيكتيف سالوي هما كده بيعملوا ايه سالوي بيسلموا على بعض حد قال بونجور وحد قال سالو واحنا قلنا خلاص ان سالو دي بتكون ما بين الصحاب او يكونوا نفس السن لكن لو ما بين الكبار البروفيسور او ماما وبابا اقول بونجور ما اقولش سالو لكن ممكن اقول بونجور ما بين الصحاب عادي ما فيش مشكله هي سالو بس اللي مختصه بالليزامي بالصحاب او نفس السن طب كامي سالت كي سي؟ يعني كي سي مين ده هي مش عارفه مين فانا عشان اسال عن حد عايزه اعرف ده مين بقول كي سي. في حاجه شاب في نفس الطريقه بقول بيها كي سي. نفس السؤال بس بشكل تاني هو هو لو قلت سي كي برضو معناها مين ده طب ليها شكل تالت عشان لو جالنا اي شكل من الاشكال نبقى فاهمين كي هي هي سكي هي هي كيس التلاته معناهم مين ده ماتيلد بريزونت تيو ماتيلد هتعمل ايه هتقدم تيو كميسه قالتها قالت لها كي فهي هتقدم تيو هتقول هو مين سي تيو ان فوازان لما استخدم السي دي وراها الاسم تيو يبقى كده أنا بقول اسمه سي تيو بقدمه سي تيو إن voisin إن voisin يعني جار يبقى ماتيلد هنا بتعمل ايه؟ بتقدم تيو قدمته ازاي عشان نقدم حد سي بلس الاسم بتاعه سي تيو إن voisin وبعدين أقول أنا أعرفه منين إذا كان هو صديق إن كوبان أو هو ان يعني جار تيو سالو فتيو بيرد عليها بيقول سالو بيسلم على الأصدقاء الباقيين اللي واقفين

انا امي du lycée صديقتي من الليسي يعني الهاي سكول مدرسه ثانوي صديقتي من المدرسه يبقى احنا قدامنا هنا ثلاث اشكال بور بريزونتي انا امي او بور بريزونتي quelqu'un عشان اقدم حد يا اما سي وراها الاسم سي تي وبعدين اقول ان كوبان صديق او ان فوازان جار او اقول اسمه على طول نيكولا اي تان كوبا اي ان كوبان دو اقول مثلا نيكولا اي كوبان دو ده صديقي من تمرين الباسكت لما اقول ان كوبان دو يبقى هو صديقي من تمرين الباسكت او ان كوبان تنس يبقى هو صديقي من تمرين التنس يا يعني اما اقول فواسي وراها الاسم فواسي كامي اون امي دي ليسي وراها انا اعرفها منين ان كوبان دو ولا صاحبتي من المدرسه ولا صاحبتي من التمرين أو جارتي لازم أعرف أنا أعرفها منين. فواسي هي هي سي. Si". لو قلت سي si وراها الاسم أكني قلت فواسي وراها الاسم، الاتنين نفس المعنى. كامي سالو سافا يعني سالو سافا، سالو خلاص احنا اتفقنا سالو زي هالو بنقولها ما بين الأصدقاء لي زامي سافا يعني عامل عامل إيه أو عاملة إيه؟ اللي هي كيف حالك؟ سافا. سافا دي دايما بنستخدمها عشان نسأل اللي قدامنا أنت عامل إيه؟ تيو وي تري بيان وي تري بيان هو كده بيرد على سافا هي لما تساله تقول له سافا عامل ايه قال لها تري بيان يعني انا كويس قوي وي تري بيان وي يعني ايوه تري بيان انا كويس قوي اون كونتينيو لو ديالوج اني فاكرين في الصوره لما لقينا اني مامته بتبص من الشباك وبتشاور له بتنده عليه تيو تيو فتيو هيعمل ايه هما صحابه مش عارفين مين دي فبيعرفهم عليها قال ايه سي مامير يعني دي مامتي مامير يعني مامتي امي سي مامير الي تشاو الي تشاو الي دي زي آه خلاص يعني آه جو خلاص انا همشي يعني الي تشاو تشاو فاكرين لما قلنا في الاوبجيكتيف بروندر كونجي هي تشاو بروندر كونجي وقلناها برضو في القصه لما كانت الصور قدامنا تشاو بور بروندر كونجي يعني بروندر كونجي يعني بيستأذن للانصراف هو مامته ندهت عليه فبيقول لهم تشاو زي باي باي كده هيردوا عليه ماتيلد قالت له ايه ا بلس وكامي قالت له سالو نيكولا قال له تشاو و ا بلس و دول بنفس المعنى معناهم باي باي سلام خلاص هو هيمشي بروندر كونجي تيو بار يعني تيو بار يعني خلاص تيو مشي كامي بتقول عليه ايه بقى إلي سيمبا يعني ايه إلي سيمبا إلي هي هنا بتوصف الكاركتر بتاعته بتوصف شخصيته عامل ازاي سيمبا يعني لطيف احنا برضو كان في الاوبجيكتيف ان احنا هنتعلم بارلي دو كاركتر دون بيرسون هنتكلم عن الكاركتر عن الصفه بتاعت الشخص فهي هنا بتقول عليه ايه إلي سيمبا سيمبا هو لطيف يبقى هي هنا بتعمل إيه؟ سيمبا دي كاركتير هي هنا بتوصف الكاركتير بتاعته ماتيلد هم هم ماتيلد هم هم دي معناها إنها آه هو فعلا هي موافقة على هي بتقول إن هو سيمبا هو لطيف لا بون ريبونس يعني هنختار الإجابة الصح نميرو أن أه. ماتيلد إلا فوازين دو ماتيلد كانت جارة مين؟ لافوازين يعني جارة. لافوازين دو كامي تيو نيكولا أني ماتيلد هي لافوازين دو تيو. نميرو دو كامي إت أون أمي دو كلوب يعني هي صديقة كامي صديقتها من الكلوب النادي. دو باسكت من تمرين الباسكت دي لسي من المدرسة دي كَارتِيَّ يعني حي صديقتها من الحي المكان اللي هي عايشة فيه كامي كامي اتو نامي دي لسي نميرو توا لديالوك سباس دون يعني لديالوك سباس دون الحوار ده القصة دي بتدور فين مكانها كانوا فين لإيكول في المدرسة لليسي ليكول يعني مدرسة وليسي يعني مدرسة بس الليسي مدرسة ثانوي هاي سكول لو كلوب في النادي ولا لا في الشارع لو ديالوغ سو باس دون لا رو نيميرو 4 نيكولا ايتا دو باسكت نيكولا كان اي دو باسكت من تمرين الباسكت بقول ايتا اي كوبين صديقة أمي sadiq Bardo, copain, sadiq »,« copine de gamme à Kilmut Sadika. Nicolas de sadiq », il est Sadik, fin, il Sadik, copain. Nicolas est un copain du basket. On va commencer maintenant les vocabulaires non masculins. هنبدا دلوقتي بالفوكابولير بس بالنو ماسكولا يعني نو ماسكولا يعني المذكر الكلمات المذكر هناخد كل كلمه معناها بالعربي وناخد عليها اكزامبل جمله انا لاف يعني تلميذ جو انا لاف او ليسي النصر جو يعني انا بكون الاف تلميذ او في مدرسه النصر ده اسم المدرسة أنامي يعني صديق كل الكلمات الماسكولا عندنا ناخد بالنا في الفرنسي الكلمة ان احنا نعرف ان هي ماسكولا يعني مذكر من الارتيكل بتاعها الارتيكل اللي هو آن لو لقيت قبلها الارتيكل ده آن معناها ان الكلمة دي ماسكولا يعني مذكر أنامي صديق فواسي تيو مونامي ده بيكون تيو مونامي صديقي مونامي يعني صديقي ان كوبان يعني رفيقي يعني برضو صديق يعني كلمة امي في الفرنسي ليها نفس معنى تاني ان كوبان يعني برضو صديق ان كوبان ممكن اقول سي مون نيكولا صديقي نيكولا ان فوازان يعني جار ممكن نقول C'est un voisin du quartier de Gori, menelhai l'anaïche, fi quartier anihai. On continue les noms masculins. Un professeur, Yani Moudarres. Moukènoul, c'est le professeur de français, Yani Da Moudarres, et l'oral français. Un lycée, Yani Madrasa Sanawi, Kelmet Madrasa Liha. ليها كلمتين في الفرنسي ايكول اللي كانت عندنا في الاكزرسيس اللي كنا بنحله وكلمه ليسي دي معناها مدرسه ثانوي هاي سكول بس ممكن نقول بار اكزومبل جو في او ليسي انا زي اذهب الى الليسي اللي هي المدرسه ان ليسيان كلمه ان ليسيان جايه من كلمه ليسي يعني طالب ثانوي جو سوي ليسيان لما اقول جو سوي يعني بقول انا طالب ثانوي ان كارتي يعني حي بار اكزومبل مون كارتي اي كالم هنا انا بوصف الحي بتاعي بقول اني الحي اللي انا عايش فيه كالم يعني هادي الحي بتاعي هادي ان ديالوج يعني حوار زي الديالوج اللي قريناه ان كاركتير يعني صفه On va commencer par le vocabulaire non-féminin. يعني non fémina. non fémina يعني الكلمات المؤنثة. féminin يعني مؤنث. زي ما قلنا في المذكر بيكون بتاعنا un أو بنعرف الكلمة إن هي مسكلة من اللي قبلها اللي هو كان آ أنا كمان بعرف المؤنث من اللي قبلها وهو une هنلاقي الكلمات الفيمينال المؤنثه بيكون قبلها ارتيكل اون كوم بار زوم اون مير يعني اون مير ام سي ما مَر بار زوم سي ما يعني سي ما يعني دي مامتي <متحدث> اون كلاس يعني اون كلاس فصل بار زوم دون مون ايكول كارونت كلاس يعني في مدرستي يوجد أربعين فصل une amie صديقه سي لوسي mon دي لوسي لوسي ده اسمها مونامي صديقتي او دي بتكون لوسي صديقتي une élève يعني تلميذه comme par exemple je suis انا بكون تلميذه لو ناخد بالنا بس ان إ في الفيمينا زي الماسكولين كلمه ما بتتغيرش خالص الارتيكل بس هو اللي بيتغير في الفيمينا ان لكن في الماسكولين بتكون اه من غير ال اللي في الاخر لكن زي كلمه امي اللي هي صديقه الماسكولان بتاعتها ما فيهاش ال دي بزود لها ال عشان تكون فيمينا والارتيكل بيبقى ان ناخد بالنا من الحاجات البسيطه دي On continue les نكمل الكلمات المؤنثه ان ليسيان يعني طالبه سنوي طالبه في ثانوي ان ليسيان ناخد بالنا ان لسيان الفيمينه فيها دبل ان و او فيها دبل ان فيها ان زياده و او المسكولان المذكره ما كانش فيها اخر حرفين دول كانت بس اخرها للان الاولانيه عشان نخليها في مينا خليناها دوبل ان وزودنا الأو وطبعا طبعا الارتيكل بيتغير ان ليسيان جو سوي يعني انا بكون طالبه في ثانوي ان كوبين رفيقه او صديقه هي هي بمعنى كلمه اونامي بالظبط ما فيش فرق ان كوبين هي هي اونامي رفيقه او صديقه سي ما كوبين كامي يعني دي بتكون صاحبتي او صديقتي كامي ده اسمها. Une voisine يعني جارة. Une voisine. C'est ma voisine Sophie. دي بتكون جارتي. اسمها Sophie. Sophie ده بيكون اسمها voisine يعني جارتي. On continue les noms féminins. Une professor. يعني معلمة أو مدرسة. لو ناخد بالنا في كلمات كتير الماسكولان بتاعتها اخرها ما كانش فيه أه او عشان تبقى فيمينا بيكون فيها او أه زي بروفيسور اخرها او أه الفيمينا لكن بروفيسور المعلم او المدرس ما فيهاش او أه في الاخر باري اكزومبل سي لا بروفيسور دو فرونسي دي بتكون معلمة اللغة الفرنسية une ايكول مدرسة جو في a ليكول ا 8 heures كلمة إيكال كلمة في ميناء معناها مدرسة بس ممكن تكون مدرسة ابتدائي مدرسة إعدادي لكن ليسي اللي خدناها في النوم ماسكولا في الكلمات المذكر دي معناها مدرسة ثانوي ودي كلمة ماسكولا اون رو يعني شارع ممكن أقول ماتيلد رونكونتر سيزامي دون لا رو ماتيلد رونكونتر يعني قبلت سيزامي يعني أصدقائها دون لا رو في الشارع دون يعني في ولا رو الشارع دي retrouvai retrouvai ده اصلا اسم الديالوج بتاعنا او اسم الانترودكشن اللي بنبتدي بيها يونيتي 1 احنا قلنا كاسكو سافيدير لي يعني ايه لي يعني المتلاقين او التلاقي بعد فتره كبيره جمع شمل زي ما كده هديكم مثال بسيط احنا لما بنكون قاعدين في الاجازه وبقالنا فتره ما شفناش صحابنا واول يوم في الدراسه بنقابلهم دي معناها اسمها دي ريتروفاي المتلاقين بعد فتره من ان هم ما شافوش بعض كونتينيو يعني ايه لي يعني الافعال هنبدا الفيرب الفعل والسونس معناه وناخد اكزامبل عليه فراز كده صغيره تفهمنا معناه اكتر سالوي يعني يحيي يعني يسلم نسلم على بعض بار اكزامبل بور سالوي ميزامي اون دي سالو علشان احيي اصدقائي صحابي هقول ايه او بنقول ايه سالو سالو زي هالو بريزونتي يعني يقدم زي ما كده شفنا في الديالوج ماتيلد بريزونت تيو ماتيلد بتقدم تيو بار اكزومبل جو بريزونت مون فوازان ا مون امي جو بريزونت يعني انا بقدم مون فوازان غوري ا مون امي لصديقي بقدم جاري لصديقي سو بريزونتي يعني سو بريزونتي يقدم نفسه طب ايه الفرق بين بريزونتي وسو بريزونتي اني بريزونتي انا بقدم حد لكن سو بريزونتي انا بقدم نفسي يقدم نفسه جو مو بريزونت لما اقول جو مو بريزونت يعني انا بقدم نفسي ايمي يحب بار exemple جيم لو فرونسي انا بحب الفرونسي، ماده الفرنسيه détester يكره par exemple je déteste les maths يعني انا بكره les maths يعني ماده الرياضيات ما بحبهاش préférer يفضل je préfère le rouge je préfère يعني انا بفضل le rouge ده اللون الاحمر numéro 7 s'appeler s'appeler يعني Vous savez, ma je m'appelle Nathalie, je m'appelle Ali, et je m'appelle Nathalie, je m'appelle Ali. On continue avec les adjectifs, les adverbes, les prépositions et les expressions. On va commencer les adjectifs, les adverbes, les prépositions, les expressions. Par exemple, sympa. يعني سيمبا فاكرين في الديالوج كان بيقول ايه ايلي سيمبا يعني لطيف هو بيكون لطيف سيمبا دي صفه سالو يعني اهلا او سلام ساعات اقول اهلا ساعات تبقى يعني قلتها في بدايه الكونفرساسيون في بدايه الحوار يبقى معناها اهلا قلتها في نهايه الكونفرساسيون يبقى معناها سلام سالو سلام خلاص وهمشي بونجور صباح الخير تشاو ا بلس التلاته معناهم الى اللقاء كي من هذا وقلنا كي لها ليها شكلين تانيين سي كي او كيس yes. Voici, ها هو او ها هي او ها هم او ها هن فواسي زي ما قلنا كده فواسي كامي يعني ها هي كامي او لو هقول فواسي تيو يبقى ها هو تيو سي هذا يكون زي ما قلنا برضو في الديالوج او في الاكزامبل سي مارك مثلا يعني ده بيكون مارك او اقول سي مامير دي بتكون ماما نميرو ويت سافا يعني هل أنت بخير أو كيف حالك لو قلنا كومون سافا لو حطينا قبليها كومون ممكن نقول كومون سافا وممكن نقول سافا يبقى إحنا بنسأل عن حاله أنت بخير أنت كويس كيف حالك؟ بروندر كونجي يعني prendre بروندر كونجي؟ يستأذن للإنصراف وفاكرين؟ ايه الثلاث كلمات اللي بنستخدمهم بور براندر كونجي تشاو ا بلس اوريفوار ناخد بالنا بس ان تشاو ا بلس دي بتكون اونتري لي دي بتكون ما بين الصحاب لكن اوريفوار دي رسمي شويه نستخدمها واحنا بنكلم البروفيسور نكلم بابا وماما حد اكبر مننا حد ما نعرفوش ميرسي بور فوت اتونسون اي ا بروشين فوا وبكده يكون خلص جزء الإنتروديكسيون دو لونيته 1 لو دو ما كلاس Au revoir!